السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم على بركه الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير الدجاج في الفران بطريقه تركيه وتتبيله جد رائعه ولذيذه بزاف. مكونات مكتوبه على الشاشه وكذلك الطريقه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج على بركه الله 4 ديال القطع ديال الدجاج، او يعني كيبقى اختياري لكم على حسب عدد افراد الاسره. المهم ان هذه القطع ديال الدجاج كتبقى قطع متوسطه، حجم متوسط، يعني ما تكونش قطع كبيره. غادي نحتاج كذلك ملعقه صغيره مع مرش بزاف ديال البصل جاف، كذلك ثوم مجفف او جاف، ملعقة كبيرة من التوابل ديال الدجاج، بهارات ديال الدجاج، وعندي هنا فلفل يعني أحمر مطحون، وممكن تعملوا إبزار أو تستغنيوا عليه اختياري، ملح وصلصة ديال الطماطم. هاد الصلصة اللي كنستعمل بالنسبة للبنات اللي كيعيشوا في أمريكا كناخدها من كوسكو. واحد الوعاء اللي غادي نخلط فيه المكونات كلها، وفي الأخير غادي نحتاج العلبة ديال الياغورت. بالنسبة للعلبة ديال الياغورت غنستعمل منها تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال المعالق كبار. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ان شاء الله. غناخد الدجاج غادي نعملو في واحد الإناء او وعاء، غادي نضيف عليه القليل من الثوم مجفف، ثم بصل مجفف، يعني المكونات كلها اللي ذكرت لكم غادي نضيفها، البهارات ديال الدجاج وشويه ديال الفلفله حاره مطحونه، شويه ديال الملحه، غادي نضيف عليه كذلك ملعقه كبيره من صلصه الطماطم، وغادي نضيف الياغورت الطبيعي. هنا ممكن تضيفوا ياغورت طبيعي كله يعني على حسب الدجاج اللي عندكم. غادي نخلط المكونات كلها مزيان، وغادي نغطيه بورق او سلوفان بلاستيك غذائي، وغادي نوضعه في الثلاجة لمدة ديال ليلة كاملة. هذا صيبته بالليل وغادي نخليه حتى الغد ليه ان شاء الله. بعد ما كيرتاح ليلة كاملة من الاحسن انه يرتاح، كل ما ارتاح تعطيكم نتيجة مزيانة ولذيذة. ممكن انكم تعملوا ثقوب في الدجاج باش ان التتبيله تدخل ليه مزيان او لا شرائح. هنا في اليوم الثاني غادي نحتاج البقسومات او الشابلور، اضافه لقطع ديال الدجاج اللي ارتاحت ليله كامله. غادي نحتاج كذلك واحد الصينيه اللي كتدخل الفران، غادي نغلفها بالورق الغذائي او الورق هذا ورق الومنيوم غذائي. وغادي نحتاج شويه ديال الماء، ما يعادل واحد الكاس كبير ديال الماء. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج، وشبكه بطبيعه الحال ديال الشواء راه محطوطه فوق الصينيه. كنوضع الماء في الصينيه وكنوضعها بجنب، وكنبدا كناخذ القطع ديال الدجاج ونعملهم في الشابلور او البقسومات او الفتات ديال الخبز محمص. هذا الخبز هذا يعني هذه البقسومات اللي عندي يعني في شويه ديال التوابل اختياريه، يعني منسمات اختياريه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. انا هنا دايره فيه فقط شويه ديال الحار. كنقلب الدجاج في القطع كنقلب القطع ديال الدجاج في الشابلور، وكنوضعها فوق الصينيه يعني فوق الشبكه ديال اللي في الصينيه. كنمشي بهذه الطريقه حتى كنكمل القطع ديال الدجاج اللي عندي. كنكون سخنت الفران حراره 400 فهرنهايت، وكندخل الصينيه للفران لمده ديال 40 دقيقه تقريبا. وكل مره كنبدا كنقلب القطع ديال الدجاج، ما كنقلبهمش يعني ملي كندخل، يعني بعد ما كتفوت 21 دقيقه عاد كنبدا نقلب القطع ديال الدجاج.
يعني كنخرجوا الصينيه بعد ما كنتاكدوا ان الدجاج راه طاب. هنا الدجاج راه واجد عندنا، كنقدموه على حسب الرغبه ديال كل واحد، هو مع الرز ومع الخبز ومع سلطه، التقديم كيبقى اختياري. كنتمنى ان الفكره تعجبكم وانكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه. شكرا لكم وشكرا على متابعتكم.